خلينا نشوف الرز اللي بالسمك والجمبري هنعمله ازاي النهارده. عايزين كيلو رز بسمتي، وعايزين 2 بصل مكعبات صغيره، 1 مكعب مرق خضار، 2 معلقه صغيره كزبره ناشفه، 2 معلقه صغيره قرفه، 2 معلقه صغيره كمون، 2 معلقه صغيره زنجبيل بودره، 2 معلقه صغيره بهارات، رشه جوز الطيب، ملح وفلفل، و4 معالق كبيره زيت. عايزين سمك دنيس زي ما انتوا بتحبوا الكميه، وكمان النوع لو عايزين تغيروه غيروه براحتكم. نص كيلو جمبري مقشر ويكون حجمه وسط، وعلشان نتبل السمك عايزين 6 فصوص ثوم مفرومه، 2 معلقه صغيره كزبره ناشفه، 2 معلقه صغيره كمون، 1 فلفل حار مفروم، 3 معالق كبيره ليمون، ملح وفلفل. وللجمبري عايزين 50 جرام زبده، 1 معلقه كبيره زيت، 1 بصل مكعبات صغيره، ومعلقه كبيره كزبره خضراء، معلقه كبيره بقدونس، 3 معالق كبيره ليمون، وللوش بصل شرائح محمر، اوراق بقدونس، شرائح ليمون، زيت علشان خاطر نقلي السمك. اخدنا الجمبري وحطيناه في ميه مغليه ميه سخنه لمده نص ساعه، الرز اسفل الرز البسمتي حطيناه نص ساعه في ميه سخنه نقعناه، ودلوقتي هنبتدي نعمل له الطبخة بتاعتنا اللذيذة. هنحط هنا رز، قصدي هنحط للرز زيت، فحطينا هنا شوية زيت، وهنحط البصل، وعايزين البصل يتحمر لغاية ما لونه يبقى اللون اللي هو يعني رايح على ذهبي شوية بني. اوكي يلا بينا خلينا نعمل التتبيلة بتاعت السمك بتاعنا. عندنا ايه تتبيلة السمك؟ عندنا 6 فصوص ثوم مفرومة، ادي الثوم بس هنقسمه نصين لان عندنا ثوم هنا وثوم هنا، ادي فصوص الثوم. عندنا معلقتين صغيرين كزبرة ناشفة، معلقتين صغيرين كمون، فلفل حار مفروم، تاخدوا زي ما انتوا عايزين قد ما بتحبوا الفلفل الحراق. عندنا 3 معالق كبيرة ليمون، وطبعا ملح وفلفل. طيب احنا هناخد التتبيلة يا حبايبي بتاعتنا دي، وهنحطها جوه السمك كده زي ما انتوا شايفين بهذا الشكل كده، ونخليها مقفولة، وبعدين هناخده هو نفسه كده نتبله. عايزين تعملوا فيه شرايح كده برضو وتحطوا التتبيله جوه برضو ممكن كده. طيب دلوقتي بقى بعد ما عملنا كده هنعمل ايه؟ هنجيب دقيق، وهنجيب صينيه كده نحط فيها دقيق، صينيه طبق زي ما انتوا عايزين، وهنبتدي نتبل او نغطي السمك اللي عندنا بالدقيق بتاعنا. ناخد السمك كده ونحطه كده وكده. طيب خلينا نحط الرز بقى في السريع معلش، علشان ايه؟ بس لازم نحط له الميه قبل ما نطلع فاصل، علشان ايه؟ يلحق يستوي معانا. تمام، هنحط بقى مكعب المرق وكل التوابل اللي عندنا هنحطها، البهارات، الزنجبيل، الكزبره الناشفه، الكمون، جوزة الطيب، والقرفة، والملح، والفلفل، وكده نبقى احنا جاهزين بالرز بتاعنا. بس هنسويه عادي زي ما احنا متعودين نسوي الرز اهو، على طول لونه بيتغير، والبصل المحمر طبعا بيديله طعم جميل جدا، شوفوا على طول اللون بيغمق، والنكهة حلوة قوي 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 بتطلع. هضيف له بقى مية حسب ما بيعوز، وهنسوي الرز عادي جدا. شايفين غمق على طول ازاي؟ هنسوي الرز والريحه، الريحه تجنن، هنسويه عادي زي ما احنا متعودين نسوي الرز بتاعنا. هنحط له الميه، وخلينا دلوقتي نطلع لفاصل. دلوقتي انا غطيت على الرز بتاعنا اهو، وهديت النار، حطيت السمكتين بتوعنا، وهقلبها معاكم، واحنا لسه ما قلبناهاش، هنقلبها اهو اهي واهي. نبتدي نعمل الجمبري بتاعنا. عايزين الزبده، وعايزين نقطه زيت، ادي الزبده وادي نقطه الزيت. لو نحط زيت زيتون الصراحه احلى،
ونبتدي نعمل الجمبري بتاعنا. الجمبري زي ما اتفقنا عندنا تقريبا، عايزين تعملوه بقشره بتقدروا. اول حاجه هنحطها البصل والثوم. اسرع حاجه بتستوي معانا هي الجمبري. طيب لسه في كومنتات كتير قوي ما شاء الله، بس احنا دلوقتي لازم نحط الجمبري، فهناخد الجمبري بتاعنا. خلوا بالكوا دي يعني مش بس جمبري، هو هيبقى زي صوص انا هحطه فوق الرز بتاعنا. يعني هنحط السمك وبعدين هنحط فوقيه الجمبري بالصوص اللي هي هتكون معموله معاه، اللي هو البصل بقى والليمون والزبده. يعني الزبده هتعتبر، انا برضو عايز طعمها يطلع، عشان كده قلت لكم يعني ممكن تخلوها 75 جرام بدل 50 جرام. ونقلب الحاجات اللذيذه بتاعتنا دي. عندنا بقى هنا شويه ملح وفلفل، شويه ملح وشويه فلفل. عايزين تحطوا فلفل حراق عليه برضو، بيطلع حلو جدا. نحط شويه فلفل حراق. لسه عايزين بس نحط لها شويه بقدونس مثلا، او بقدونس على كزبره اهي، والليمون، وخلاص كده بقى عندنا صوص لذيذه جدا. لما نغرف بقى الرز بتاعنا كله، شايفين اهو، تعالوا شوفوا كده، بصوا الجمال.